مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث يصبح الطقس بارد بوجه عام وأيضا غائم جزئي إلى غائم، وتسقط زخات رعدية من مطر تتركز وتكون غزيرة في المناطق الشرقية. أيضا بتكون الحالة الجوية مصحوبة برياح غربية نشطة مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح أماكن الهطول. نلاحظ أن أماكن الهطول سيبدأ الهطول يوم الأحد إن شاء الله بالصباح في المناطق الوسطى وأيضا الشرقية، ويتركز هطول الأمطار غزارة هطول الأمطار تتركز في المناطق الشرقية وأيضا بعض المناطق المتفرقة في المملكة، لكن بالذات المناطق الشرقية تكون أكثر غزارة، وبالتالي ممكن يرتفع منسوب المياه وتؤدي إلى جريان السيول بشكل واضح. وأيضا ندعو الجميع أخذ الحيطة والحذر. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء غائمة كليا باردة، والصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة، أجواء باردة غائمة ماطرة، الأمطار غزيرة في المناطق الشرقية تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، أيضا رياح غربية نشطة تؤدي إلى ارتفاع إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار والأتربة، ولكن الأمطار زي ما حكيت غزيرة في المناطق بالذات في المناطق الشرقية. والعظمى المتوقعة 12 درجة، درجات الحرارة أقل من المعدل، لكن أثناء الليل أيضا تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة. يوم الاثنين تضعف فرصة هطول الأمطار، لكن تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا، والعظمى المتوقعة 12 والصغرى 8 درجات. اعتبارا من يوم الثلاثاء هناك ارتفاع تدريجي وواضح على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء أجواء مشمسة تقريبا لطيفة في ساعات الظهر والظهيرة، وبتكون العظمى بحدود 16-17، وأجواء باردة نسبيا ليلا، الصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، المناطق الشمالية أجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر على فترات، العظمى المتوقعة في إربد 13 والصغرى 6، عجلون 14-8، جرش 15-9، والمفرق 14-7 درجات مئوية. أما المنطقة الوسطى أيضا أجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر، البلقاء 13 العظمى والصغرى 8، مأدبة 12-7، عمان 12-7، البحر الميت 23-15، والزرقاء 15-9 درجات مئوية. أما المنطقة الجنوبية أيضا أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر على فترات بإذن الله، الكرك العظمى 13 والصغرى 6، الطفيل 12-5، الشراه أجواء باردة 10-3، ومعان 14-4، وخليج العقبة 21-9 درجات مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء مبرة وغائمة جزئيا وزخات رعدية من المطر، وأيضا يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح، الأزرق 16-8، والصفاوي 14-8، والرويشد 11-8، ونتمنى للجميع السلامة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع